قانونيه ان انا اديك الرخصه كنت اديتك ال. الله يسلمك بارك الله فيك. لكن انا بشيل بك. نعم. كان سنه ان شاء الله طلعت. باذن الله. انت كام دلوقتي؟ ماشي في 17. ماشي في 17؟ قدامك سنه وشويه. ماشي. انت الشهاده. اه انا بدي اسال سعادتك بس اسمع سعادتك تعالى كده استلم الشهاده الوزير. تعالى كده انا مش هفتحها بيري على مخي. تمام. لا في البلد شعبان قال يا ريت سيدي محافظ يتشرف حاجة عشان يشوف العزيمة يا ريت والله ساعتها شرف يعني ان شاء الله تربية ما داش خالص في المكان.